بنات هذا هو البغرير اللي غادي نوجد معكم اليوم. نتمنى يا ربي يعجبكم وفرجة ممتعة، وخليكم مع المقادير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كراكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي، نتمنى يعجبكم. غادي نصاوب معكم ان شاء الله البغرير البنات اللي ساهل ودغيا كيوجد. كما نشوفوا البنات نبداو على بركة الله. كما تشوفوا البنات عندي المقادير، انا غادي نطحنوا في البنات في المولينكس. كنحتاج ثلاثه غادي البنات غادي نحتاج 4 الكيسان ديال الماء. كما تشوفوا عندي هنا 3 وغادي نزيد الرابع. وغادي نحتاج 2 كيسان ديال الفرينه وكاس ديال السميده الرقيقه. من بعد البنات غادي نحتاج خماره ديال العجين صغيره والملحه والسكر. ومفاش غادي نطحن البنات داكشي كامل، غادي فاش غنبدا نطحن غادي نبقى نزيد واحد الكاس ديال الماء اخر. والبنات الماء غادي يكون شويه دافي، غير دافي البنات، ما يكونش يعني سخون. غادي نبقى نزيد داك الكاس الرابع شويه مرشوه باش تطحن ليا. من بعد ما تلقيتوا الخليط ديال العجينه ديالكم باقا عاد جاريه، انا غادي نلقاها عاد جاريه وغادي نزيد فيها نزيد ليها 2 معالق كبار ديال الطحين باش نجمعها كامله باش تجي يعني هي هذيك مويه. وفاش غادي تطحن البنات غادي نزيد الخماره ديال الكاطو وندير له واحد 2 ضربات ديال نطحنو مزيان ونبدي نطيبه. ما غادي نخلو لا يخمر لا والو، ديريكت غادي نطيبه البنات. والصراحه راه كيصدق 100%، اللي ما كيصدق يصدق ليهش البغرير يصدق ليهاش البغرير البنات. جرب هاد الطريقه هادي راه كتصدق 100% وساهله. حسن داك الواحد كيخليه عاد يخمر نص ساعه ساعه، كاين اللي كيخليه ساعه نص ساعه يخمر وعاد كيطيبو. انا هذه هي طريقتي البنات، يعني كنعجنو هنا كنطيبو هنا يعني ما كنخليهش يخمر. ونتمنى يا ربي هاد الطريقه تعجبكم، واللي عجبو الفيديو البنات يبارطاجيه مع الاحباب والاصدقاء. البنات ما تنساوناش باللايك ونخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه.
البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البغرير اللي صاوبت معكم. الصراحه كيجي زوين البنات ودغيا كيوجد. نتمنى يا ربي تجربوها البنات، ونخليكم مع السلامه.